انت شفت بنفسك الغلطه معايا ملهاش علاج. طب انا هديك فرصه تثبت بيها انك راجل يا مرحى. طب خليك ورا داليا دي، هتوصلك لما نروح. عدى عليك بكره غلط معايا وندخل مع بعض عشان انا ما اتكلمش الكلام. حصل امبارح غلطة وصلحتها. طيب يا ريت تكون رجعت عن اللي في دماغك وبلاش محاكم وفضايح. في الحقيقة أنا طلقتها. طلقتها؟ أيوة، كان لازم يحصل من زمان. أنا عمري ما حبيتها، ما كانش في بينا أي مشاعر، عشان كده أنا كنت متفق معاها إن إحنا نأجل موضوع الخلفة شوية، لأني كنت متأكد إن في يوم من الأيام حولها لأ خلاص مش هينفع نكمل مع بعض. طب وكنت اتجوزتها ليه؟ ولا تكونش بتغزني؟ عشان ارد لك الالم اللي انت اديتهولي. اصرارك على الطلاق كان بيذبحني. عارفه احساس انك تبقي عايزه حد وهو مش عايزك؟ احساس قاتل. طب وانا كمان يمكن كنت بصلح غلطه. يمكن تكوني هترتكبي غلطه افظع بجوازك من نديم فخري. راجع نفسك يا ملك. ويا ريت تحطي رنا قدامك قبل ما تاخدي اي خطوه. ومين قالك اني ما عملتش كده؟ خلاص لو انت عملتي كده فعلا نبقى متفقين ونرجع لبعض. والله الحل ده لا جه في دماغي ولا عمري فكرت فيه صراحه. طب نفكر، نقعد مع بعض، نفتح قلبنا لبعض، نشوف ايه اللي مزعلك. وانا وعدك ان انا اكون انسان جديد، بدل ما تستعجلي وتخسري بنتك. هو انت جاي تهددني ولا جاي تتمسكن؟ هو ده العيب اللي كان دايما بيضايقني منك، الاهانه. بس انا عمري ما هنتك يا حازم، وبالذات في فتره جوازنا. هو ده اللي انت فاكراه بس؟ مش فاكره اي حاجه حلوه بينا؟ في حد من البي ار بتوع مستر نديم لسه مكلمني وبياكدوا على حضورك الليله. احتفلوا بيك. انت بتتكلم بجد؟ اتجوزيني؟ انت مجنون. اه
دي مؤامرة بقى. اللي هاي في ايه يا جماعة؟ ألف مبروك. ايه ده؟ مبروك يا ملك هانم. ألف مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك. مبروك. سايبيني كل ده قاعده لوحدي ليه يعني؟ عادي بقى بنتحاسب وبتاع. ما يكون ضحك عليك، ده نصاب كبير. خلي بالك كل حاجه كاتباها هنا اهو. لا والله. وانصب على مين دي؟ ما تخافيش على صاحبتك دي، تنصب على 20 واحد زيي، دي جانجستر. ما تقلقيش فلوسك هرجعها لك على دائر مليم، بس ترجع لي فلوسي الاول. طب بمناسبه فلوسك بقى، في حاجه مهمه هي مكسوفه تقولها لك، بس انا عايز اقولها لك. مكسوفه؟ دي بتتكسف؟ دي اكبر شرشوحه في بلدك. صاحبتي اول واحده علمتني الانحراف. طب خدي امتي دي. ده ايه ده؟ بص يا رشا، كل واحد هنا لازم يضمن حقه. انا لسه مرضيها دلوقتي على شيكات جوه عشان اضمن حقي عندها، هي كمان لازم تضمن حقها عندك، فبليز امضي الشيكات دي. ماشي امضي. ايه المشكله يعني؟ مش قلم؟ فين القلم؟ ينفع عندي بربوش؟ السلام على الازاز. ولا بالايلاينر؟ لا كده تو ماتش، يبقى كده انا طافي قوي. بطلي كوميديا وانجزي، طلعي قلم يا بنتي. خدي. لو اني ما بحبش سنه، بس يلا بقى عشان ما اكسفكوش. معلش تعالي على نفسك شويه. اديني مضيت لك على الدفتر كله عشان تضمني حق. ميرسي يا حبيبتي. ما ناقصش بقى غير اني اضمن حقي انا، وحد يقول لي اشوف بنتي ازاي. ما تلاقيش بقى الموضوع ده خالص، البنت دي محضره لك خطه، انما ايه؟ بيرفكت. En ce silence amer, j'ai décidé de pardonner. دي احلى مفاجاه حصلت لي في حياتي. لسه مفاجآت كتير. في ايه تاني؟ خطط لي ايه؟ انت هتشوفي نفسك. نفسي ادخل جوه دماغك دي عشان اشوف جواها ايه. هيحصل شويه شويه. لا على طول. مره واحده كده. سمعتهاش كويس. بالعربي. سمعتي؟ وصلت؟ أنا برضو. قولها ولا ما قولهاش ولا ايه؟ قولها.
لا لا مش هقول لك. يوه انت هتقرفني بقى. خلاص اقعدي رايحه فين؟ هقول لك اقعدي. بص يا ستي، البت دي جابت لك صوره طبق الاصل من المحضر اللي نديم فخري بيقول فيه انه ما طلقكيش وانك على ذمته وان كل المكتوب في جرايد والمجلات مجرد اشاعات. ايه رايك يا صايعه؟ حلو ده. ولسه اقولها بقى على بقيه الخطه ولا ايه؟ لا لا ما تشغلش بالي بتفاصيل عشان الموضوع لو فكس انا هزعل وانا مش عايزه ازعل. لا ما تزعليش صراحه، احلى حاجه في البت دي انها مديها دماغها اجازه. وهفضل مديها اجازه لحد ما تقولوا لي ان نديم اتقتل وان كل فلوسه بقت بتاعتي. من صاحبتك دي هتجنن امي، كل شويه في حاله، شويه مجنونه، شويه عقله، شويه مش عارف ايه. ايه قاعدين بتتوتروا ليه؟ ولا اي حاجه، انا عايزك دلوقتي تيجي بس. تعالي 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 اقعدي لي فليز جرب اول ما انزل لك والنبي يلا. سيجاره ايه يا ابني بالدماغ اللي الواحد عاملها دي؟ تشاو يا حبيبتي. باي. ما اصحاش اصلا من النوم بسبب خطتك الجهنميه دي. ما تقلقش خلاص. هكلمك. ها هكلمك تليفونات. ها يا بنتي الهوفر شغال 24 ساعة، فين الجوبين يا ابني؟ طبعا مش عايزة اخد جوينتات، انا مش عايزة افصل دماغي. انتي خدتي سطرين وركبتي القطر وطالعة بقى. ها انا عايز انزل لو سمحتي بليز، لفي جوبين اول ما اخش استحمى والنبي بليز. يلا زنانة قوي. يا مودي لسه في الحمام. دوختيني وراك يا شيخ. يا ابني قدامك سكت ولا انت في العنوان يا نجم؟ وانا من نصيرها وقلب ما اشوفش وشك هنا تاني. مفيش حاجة يا ملك، كله تمام. أنا بره، تصبح على خير. فتحت الباب ليه؟ أنا ويوسف دي؟ أنا عارفة الراجل ده. الراجل ده اللي كان مع عماد القط. أنا فاكراه كويس. كده يبقوا عرفوا مكاني. وقعتيني معاك، الله يخرب بيتك. مين الراجل اللي فكني منه ده؟ أنت مال أهلك مين ده؟ إحنا لازم نقول لداليا. كده يبقوا بيراقبوها. بس هنقولها ازاي دلوقتي وانت معكش موبايل؟ انا مش فاهم يعني ليه. ما تخلص، اخلص شويه. اوكي انا هخلص.
طبق الواحد وهخرس خالص. هو انا المفروض اقعد هنا ولا المفروض امشي دلوقتي ولا اعمل ايه؟ ملك ألف مبروك طارق. المفاجأة دي ربنا يبارك فيك عقبالك إن شاء الله. أعرفك ابن عمي طارق. أهلا وسهلا. ألف مبروك يا فندم. الله يبارك فيك. حلوة أوي المفاجأة دي. ميرسي. أنت منور. ميرسي. ثانك يو. مساء الخير. بعد إذنكم. اتفضل.
اتجوزت؟ اتضح ان المسج اللي جات لها لما كانت قاعده عندنا هنا في البيت وقامت